هذا يقول يا شيخ في سؤاله: أيهما أولى، الإسلام أو الإيمان؟ في الآية الكريمة قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الدين ثلاث مراتب، أولها الإسلام، ثم الإيمان وهو أرفع من الإسلام، ثم الإحسان وهو أرفع من الإيمان. فأرفعها الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا الإحسان، وهذا أرفع مراتب الدين. والإسلام يدخل فيه المنافق، ويدخل فيه الجاهل، ويدخل الإسلام لأنه وسع. وأما الإيمان فلا يدخل فيه إلا الصادق مع الله سبحانه وتعالى. نعم.